في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواع بضائع الاختصاص وبناءها على معلومات وردت إلى المصلحة مفاد وقيم شخصين بتنظيم رحلات الحركة بطريقة غير شرعية، وهذا انطلاقا من دائرة الاختصاص بالإضافة إلى حيازتهم على معدات الإبحار السري، وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفرت العملية تفتيش مساكن السالي في ذكر على حجز معدات الإبحار السري تمثلت في 4 صدريات الإنقاذ زائد كاشف ليلي زائد بوصلة تحديد الاتجاه زائد سينيال بالإضافة إلى ملابس خاصة بالغطس وكذا الزوج حذاء غطس. وفي نفس السياق وأثناء عملية التفتيش تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في 505 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر ب 32 مليون سنتيم من عائدة المخدرات. تم إنجاز ملف إجراء قضائي بخصوص القضية إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وفي نفس السياق قامت عناصر بالأمن الحضري خارج مديونة بتوقيف 3 أشخاص بعد تورطهم في تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية انطلاقا من دائرة اختصاص، هنا أسفرت العملية على حجز محرك من نوع ياماها قوة 40 حصان بالإضافة إلى 10 ديلاء معبأة بالبنزين مقدرة ب 280 لتر. تم إنجاز ملف إجراء قضائي بخصوص القضية إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مزوره.